البيئة في أسبوع. الدكتورة ياسمين فؤاد تستعرض خلال مشاركتها في منتدى غرفة التجارة الأمريكية للعمل المناخي فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ. كما تؤكد خلال الجلسة الختامية للمنتدى على أهمية الشراكة المصرية الأمريكية لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ. وخلال كلمتها في لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وزيرة البيئة تستعرض التغيرات المناخية وتأثيراتها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ. واستكمالا لسلسلة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ، وزير البيئة والسياحة والآثار يعقدان اجتماعا موسعا لمناقشة سبل التعاون في استراتيجية السياحة المستدامة. كما تعقد وزيرة البيئة اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية لبحث استعدادات الوزارتين لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ. وخلال الندوة التي عقدتها مؤسسة الأهرام بحضور عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب بالمؤسسة، وزيرة البيئة تؤكد أن الملف البيئي في مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 حتى الآن، نظرا للقيادة السياسية الواعية والحكيمة التي وضعت هذا الملف على رأس أجندتها ووضعت أسس لدمج البعد البيئي في كافة القطاعات ومسارات التنمية. وزيرة البيئة تبحث مع السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ العلاقات الثنائية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ. الدكتورة ياسمين فؤاد تعقد عدة لقاءات مع بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى لبحث آليات العمل المشترك مع نظيره المصري. وزيرة البيئة تلتقي سفير استراليا بالقاهرة وتبحث التعاون المشترك والتعاون في استضافة مصر لمؤتمر المناخ. كما تبحث مع السفير الألماني التعاون المشترك في مشروعات المناخ ونقل الطاقة ودعم مؤتمر المناخ القادم، وتتلقى الدعوة للمشاركة في عدد من فعاليات المناخ بألمانيا. كما تناقش مع السفير السويسري للمناخ والبيئة التعاون الثنائي في موضوعات تغير المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية. وتحت شعار COP27 معا لمواجهة تغير المناخ، وزارة البيئة تحتفل بيوم البيئة الوطني لهذا العام على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، وإلى أن نلقاكم في نشرة بيئية جديدة.